أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نصرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها انقلاب حافلة مسافر في تنغير ونقل 20 راكبا للمستشفى ولن إلى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو علمت جريدة العمق من مصادر مطلعة أن حافلة انقلبت بعد زوال اليوم الخميس في منطقة فانور بإقليم تنغير وبحسب مصادر العمق فإن الحادثة وقعت إثر انحراف حال حافلة عن مسارها وسقوطها بجانب الطريق حيث رجحت مصادرنا أن تكون الحادثة بسبب فقدان التركيز والعياء وأفادت نفس مصادرنا حوالي عشرين من الركاب جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بسنغير لتلقي العلاج منهم أربع حالات في حالة خطيرة